كل سنة وحضراتكم طيبين مرة تانية. دلوقتي خلينا نروح نصبح على زميلتنا هالة الحملاوي ونتعرف منها على آخر أخبار المرور والطقس في القاهرة والمحافظات، وكمان نسألها على أمنياتها للسنة الجديدة. هالة صباح الخير. صباح الخير يا جماعة. صباح الخير يا شادي. صباح الخير على كل اللي بيشوفونا. كل سنة وانتم طيبين، وكل سنة وكل المصريين في كل حتة في الدنيا طيبين. يعني هالة تتمني ايه السنة الجديدة؟ بصي، انا امنيتي كلاسيكية جدا، الستر والصحة والرزق وراحة البال، وبتمنى كمان اني ما اقلفش النعم. يعني دي من الحاجات اللي انا دايما بفكر نفسي بيها، وبحب افكر دايما كل الناس ما نقلفش النعم. احنا ممكن حاجة صغيرة. صحيح. فاكرين لما حصل فيروس كورونا، حاجة فيروس صغير قد كده قفل الكوكب. يعني صحيح، قد كده الواحد ممكن يصحى الصبح عنده شوية صداع ولا انفلونزا ويقول يعني ده انا كنت بس بقدر اقوم واقف على رجلي. فدايما نقول الحمد لله، وبتمنى طبعا السلام. يعني وانتم بتفتتحوا الحلقه وبتتكلموا على الاحداث اللي حصلت، نعرف قيمه اوطاننا ونعرف قيمه بلدنا ونعرف قيمه طبعا احنا بنتمنى كل حاجه تبقى افضل، ولكن نبقى عارفين قيمه. صحيح. كل حاجه موجوده. صحيح. كل سنه وانتم طيبين. طيب. وكل سنه وحضراتكم جميعا طيبين.